وفي بيت ساحور في فلسطين أقيمت في كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك صلاة الغروب وجناز السيدة العذراء المكللة بالورود، بحضور جمع غفير من المؤمنين الخاشعين لترتيل جوقة الرعية. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. بمناسبة رقاد السيدة العذراء وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، أقيمت صلاة الغروب وتقاريد جناز السيدة في كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك في بيت ساحور، حيث ترأس الخدمة قدس الأب سهيل فاخوري راعي الكنيسة، وبمعاونة الشماس حنا والشماس فادي والشماس شربل أبو سعدة، والجوقة التي رتلت بأصواتها الرائعة وسط حضور المؤمنين من أبناء الرعية، حيث كللت السيدة بالورود والبخور والطيب ووضعت وسط الكنيسة ليتبارك منها المؤمنون. وبعد الصلاة أقيمت صلاة جناز السيدة والدورة في ساحة الكنيسة على وقع أجراس الحزن لتعود أدراجها إلى الهيكل لأخذ البركة، وبعدها تم توزيع الخبز والزهور على المؤمنين. طبعا امنا مريم العذراء بس كانت على الارض، كان دائما مع التلاميذ. اول شيء لما كان المسيح عايش على الارض كان دائما موجود معاه، وين ما روح تكون معاه. وبعد ما يسوع المسيح صعد الى السماء، مريم العذراء ظلت عينها على التلاميذ، كانت جمعيتهم كانوا يعتبروها كأم لإلهم. واليوم كمان حتى وقت وفاتها ما تركت التلاميذ ولا تركت الرسل، كانت دائما تهتم فيهم، ولحد اليوم تهتم بكل واحد، كل إنسان مؤمن من كل قلبه بآمن بموت وقيامة يسوع المسيح. أمنا مريم العذراء ما بتتركه، بظلها معها. دور مريم العذراء كان رائع جدا حسب الكتاب المقدس. بتذكر مرة كان المسيح عم بيعلم، نطت واحدة من الناس القاعدة حكت طوبى للبطن الذي حملك والثديين الذين رضعتهما، حكى لها لا طوبى للذي يسمع كلمة الله ويعمل فيها. وأول واحدة سمعت كلمة ربنا وعملت فيها هي أمنا مريم العذراء. فإحنا كمان مدعوين كأمنا مريم العذراء نحفظ كلمة الله، مش بس نحفظها، نحفظها ونعمل فيها. وإحنا خصوصا بظل المآسي اللي واقعين فيها من حروب من قتل من شغلات كثيرة، نطلب من هاي الأم الحنون إنه بالفعل اليوم بذكرى رقادها وانتقالها للسماء إنها ترجع تحن على العالم وتعطينا السلام وتعطينا الفرح. بالنهاية بدي أشكر أنا نورسات اللي دائما بتواكبنا بكل احتفالاتنا الكنسية، نحكي لهم كإدارة وكعاملين في مؤسسة نورسات، الله يعطيكم الصحة ومريم العذراء تبارك حياتكم. احنا كمسيحيين ماخذين امنا مريم العذراء قدوه، ويا ريت انه نقتدي، بناتنا يقتدن فيها، سيداتنا يقتدن فيها في الاحتشام، في التواضع، في المحبه، في القبول، في الرضا. ستنا مريم عليها سلام الله هي شفيعه لنا في السماء، ومن لا يكرم امنا مريم العذراء لا يكرم ابنها يسوع المسيح. وهذا الشيء بنحكي احنا لكل الجماعات اللي عمالهم بهاجموا في امنا مريم العذراء في بتوليتها وفي شفاعتها. العذراء مريم أم الإله احتوت في داخلها في أحشائها الذي لا يسعه مكان. هي مش خلص تاريخها أو خلص وقتها أو إنها وقت زمني، هي أمنا للأبد وفي السماء هي تتشفع فينا. فعشان هيك دائما نطلب شفاعتها، وخصوصا في هذا الوضع، في هذا الأيام، في هذه الأيام الصعبة اللي بمر فيها العالم من حروب ومجاعة والعالم كله مش مستقر. فهذا اليوم وبكرة ودائما نطلب شفاعة ابن مريم العذراء عليها سلام الله، وإن شاء الله بتتشفع في الأرض المقدسة، بتتشفع في العالم أجمع ليحل السلام في وطن السلام. فدعاؤنا في عيد انتقالك يا أمنا مريم العذراء، نرفع صلاتنا نحو السماء طالبين منك أن ترافقينا وتساعدنا في وقت ضيقنا. يا حنونة أنت التي نركض إلى حضنها عندما نتعثر لتحمينا فتعطينا الحب. أنثري ورد المحبة في كل مكان واحرسينا من كل شر. آمين. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك بيت ساحور.